مساء الخير البنات، مساء الخير الغزالات ديالي. مساء الخير، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ اش تعاودوا؟ اش اخباركم؟ يلا البنات، بين ما نجمعوا باش تبداو. واحد دقيقه وانا راجعه لكم. غير مساء النور لطيفة، مساء النور مليكة. يلا البنات بارطاجيو لو لايف باش نبدا معاكم. نكمل لكم لي زونسومبل، ما كنتش كملتهم في اللايف اللي فات، غنكملهم لكم دابا. وغادي نوريكم شي حاجة في الكسوة خايا قليلة، المهم شي حاجة هكا على وديت العيد ان شاء الله. يلا البنات غنبدا لكم بهاد الكسيوه هادي، انتم تشوفوها كيفاش غزاله. هادي البنات كلها موسلين موسلين بليس، كيف ما كتشوفوا شفتوها كيفاش دايره. الديدات ديالها كيجيو على هاد الشكل هذا هكا عراضين، وراها كلها مدوبله، يعني راه ما تخافوش تبين لكم نهائيا مدوبله، لا من اليد لا من القدام. هنايا كلها شفتوها على هاد الشكل هكا. التوب ديالها شفتو كيفاش كيجي بليسي، كيجي غزال بزاف 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 بزاف. التوب ديالها رائع، وعندها هاد الديكور هذا هكا من اللور هكا، عندها هادو كيتجمعوا هكا من اللور بهذا الشكل هذا، شفتوها تجي غزاله بزاف بزاف. هذه البنات متوفره في هاد لا كولور بوحدها، فيها باقي فيها، المهم كانت فيها لطاي 44، لطاي 44 راه تبعت، باقي فيها لطاي 42 و40، دايره 500 درهم البنات. هذه راه واحد لا مارك غزاله حتى هي من لاهوت غام، شي حاجه زوينه بزاف بزاف، دايره 500 درهم. المهم اللي بغات شي كسيوه للعيد، شي حاجه هماويه، هاهي كسيوة غزالة غزالة. أنا هادي نيت راه خديتها لراسي، باقي عندي واحد 42 وواحد 40، هادي خديتها لراسي أنا، عجبتني بزاف بزاف، بغيت نيت نلبسها للعيد إن شاء الله. غندوز ليكم البنات الموديل آخر، دخلوا بارطاجيو لو لايف، طاقيو صحاباتكم باش يدخلوا يتفرجوا. كاع لي مهتمة بحويجات العيد اللي مازال ملقات ما تلبس، دخل راه جبت لكم شي حاجة غزالة بزاف بزاف. اللبسة اللي كنت لابسة البنات دايرة 500 درهم، 500 درهم هاديك اللي كنت لابسة، باقي فيها كي قلت لكم لاطاي 42 و40. هاديك كسيوة أخرى من لاماركام الأيدن، شي حاجة تاهي زويونة. هادي خصها واقيلا شي فولاغ في الكحل. هادي الكحل جاها احسن. عرفتوا البنات راه واخا هكاك راه صعيب اللبس بحال هكا في اللايف، احسن حاجه كنبين لكم اللبسات نيشان، واللبس نخليه لكم غير لي فيديو.
دابا المشكله الاغلبيه ديال البنات يقول لي لبسي ما كنزعموش ناخذو الا ما شتناك لابسه. هذه البنات كسيوه من كامل ايدن، انتم شوفوها كيفاش كتجي. حتى هي البنات راه الثوب مسلين، كتجي حتى هي مدوبله، عندها الجناب هكا تيجيو هابطين شويه على الوسط، على الوسط وعلى اللور هكا من القدام من اللور، الجناب هكا شويه هابطين على واحد شويه. صافي الحمد لله، الله يحفظ لك، الله يحفظك، الله يطول لي عمرك. مرحبا حبيبتي شيماء، مرحبا. لي ديدات البنات ديالها كيجيو عندهم بحال هكا هاد السنيسله في هاد الشكل هذا، شفتوها كتجمع باش كتجي هكا بومبي. هذه البنات البلاطي 42 اللي انا لابسه هنايا، راه حاسه براسي فيها مرتاحه. لاطي جاتني هي هذيك زويونه مرتاحه، لا من الكتاف لا من كل شيء. لاطي ديالهم غزاله بزاف بزاف، التوب ديالهم مبرد. خلاص لا ماركه مالايدا راه غنيه 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 على الشكير وعلى التعريف، راها شي حاجه غزاله بزاف بزاف. هادو البنات فيهم لي طاي من 38 حتى 44. كاين فيها البنات هاد لاكولوغ اللي لابسه انايا، وفيها هاد لاكولوغ غريز، فيها الغري والكحل، وفيها هاد لاكولوغ هادي بيج مع النوار. هانتوما البنات ديروا لي السكرين وصيفطوا لي في الواتساب اللي عجبها لو موديل، راه كاينه سيريه وحده في كل لون. كاين البلوسيال مع النوار، الكري مع النوار، والبيج مع النوار، كلهم فيهم لي طاي من 38 حمر حتى ل 44، دايرين 500 درهم. هادو ديال لا مارك كمال ايضا، هادو شي حاجه زوينه للصيف البنات العيد. ان صباح حبيبتي هادشي عندي انا، غير بغيتي عزاني غير حداك لا ما تحتاجي سميتو، جي شوفي وقيسي. مرحبا والف مرحبا. خمسمية درهم هادي دايره 500 درهم، لي طاي من 38 حتى 44 كما ايضا. هادي البنات دايره 500 درهم، شوفي كيفاش كتجي، تجي زوينه بزاف بزاف وانيقه. اليدين ديالها هانتوما شفتو كيفاش كيجيو، تيجيو منفوخين. هاد الفصاله هكا ديال اليد راه هي اللي خارجه دابا هاد العام، هاد الكسيوات. تنحيد الصوت. قلت لكم البنات متوفره في ثلاثه ديال اللوينات، تواصلوا معايا في الواتساب الا بغيتوها. مرحبا بكم، الواتساب راه خليت لكم ايبينغ لي تحت. عاودوا شوفوها مره اخرى، شي حاجه انيقه الصراحه فنيونه. انا كاع ماشي من النوع اللي كيزعم بزاف على الكساوي، ولكن هادي عجبتني عجبتني بزاف. لا الجلالبة حبيبتي ما كنديروش، عندي الجلباب ديال تركيا ولكن الجلباب ديال المغرب لا. الاغلبيه ديال البنات اللي تيعرفوني ومتابعيني انا راه متخصصه في حوايج تركيا. ندوز لكم البنات الموديل اخر تشوفوه، خليكم معايا. غادي نلبس لكم نيت اونسومبل ديال لا جوب مع تونيك ديال نيت ديال ماخ كامال ايدر، خليكم معايا البنات. هانتوما البنات كاين هاد لونسومبل هذا الغزال ديال كامال ايدر، شفتوه حتى هو كيفاش كيجي. هذا اونسومبل ديال لا جوب، لا جوب مع هذا ديالها الفوقاني، مع لا تونيك الفوقانيه. لا تونيك راها كريب كريب دو سوا، ولا جوب شتوها كيفاش كتجي، كتجي فيها هكا هذا الشكل هكا،
تتجي فيها جوج ديال الطبقات ديال الثوب، وتتجي بليسي هكا من القدام. هذه انا جات هي اللي كنتي قلتي لي بغيتي تشوفيها ملبوسه. بالنسبه للفولارات انا غير كنحاول ما امكن اني نلبق، لحقاش ما قديتش الاختيارات من الاول. غتكونكم جالسه حتى كنقول بلاتي انه ندير لايف للبنات. هادشي نشبه مع هادشي اللي كيتصدم الله. تضحكوني غير ليك اليوم تيقولي ها انت دابا سديتي ليا رجاء وشكون في الدار ومنين لبستي شكون غادي يسد ليا. دابا انا جالسه في اللايف بوحدي ما كاينش اللي يسد ليا، عرفتي تمحينا صافي. غيتا حبيبتي انا كاينه في حي الموظفين، حي الموظفين حدا مسجد الغفران. ما عرفتش عندك دوع تركيا دابا ما فهمتش السؤال ديالك حبيبتي. المهم عندي غير حوايج تركيا، عندي لي مارك ماشي عندي سميت تركيا وصافي، كاين عندي حوايج لي مارك شي حاجه لا هوت غام. هانتوما البنات هادي لا تونيك كي قلت لكم، لا تونيك راه كتجي كريب، شفتوا الكريب ديالها كي داير شي حاجه غزاله. ولا جوب التحتانيه هانتوما شفتوها كتجي من القدام هكا بليسي وفيها وكتكمل هكا بهذا الثوب هذا كله من اللور، من اللور كلها كتجي هكا. عندها واحد الديكور غزال زويون شي حاجه فنيونه. هذه البنات دايره 550 درهم، فيها حتى هي لي طاي من 8 نقولوا من 36، من 36 حتى ل 44. ويا حبيبتي نجات هي هذه، مرحبا. كاين فيها البنات هاد لاكولوغ هادي، وكاين فيها كولوغ اخرى. كاينه فيها هاد لاكولوغ بيج، شتوها كيفاش كتجي الصايو. اللور كلها كتجي هكا محلوله، ومن القدام هكا كتجي بليسي ومعاها لا تشينيك ديالها. هذه البنات حتى هي كي قلت لكم ديال ماركه مالايدن، فيها لا كولور اللي لابسه انايا الكري صايف الكري، وكاين هذا البيج هذا هذه لابسه انا لها كري كري في النوار، وهذه بيج في النوار. غير نورمالمون خاصها واحد الفولار يكون شويه اللي فاتح، يكون فيه بحال هكا الكغي ولا شي حاجه بحال هكا باش يبينها اكثر. انا مع الزربه ومع هذا خليت هذا النواغ لابساه. امين حبيبتي امين الله يحفظك. جلبات ديال تركيا كاينين، جلباب تركي كاين، مرحبا. راه ديجا كندوزتو في اللايف، اللايف المهم اللايف اللي كندرت فيه الحويجات على ودي رمضان راه كندرت فيه جلباب. المهم البنات كنتو بغيتو تشوفوه ملبوس مزيان غير دوزو عندي الواتساب ونور لكم التصويره ديالو، لحقاش واخا هكاك راه الكاميرا واللايف راه ما تيعاونوش مزيان. انا غادي ندوز لكم البنات الموديل اخر، خليكم معايا. نحاول نلبس لها شي فولار اخر باش تبان مزيان.
نتوما البنات شوفوا معايا هاد الكسيوه الغزاله ديال الكريب. هذا اليدين ديالها شفتوا كيفاش كيجيو فيهم هاد الزواقه هكا ديال المسلين، وكتجي هكا تايني هابطه من الجداد كاملين. هاد الغوز فوشيه ديالها جاي فنيون غزال وعاطي العين. هادي البنات كريب دو سوا، حتى هي الكريب ديالها غزال مبرد وطايح، حتى هي غزاله بنت العيد. واش غنقول لك احبيبتي ساره، بالنسبه للناس اللي كياخذوا من عندي غادي يختلفوا معك تماما في الراي. والمهم انا هاد التعاليق صراحه بهذا التعبير هذا طلعوا لي في راسي، ما كاينلاش اشاك فوا نبقى نبرر الثمن. الناس اللي مولفين كيتقداو لي، مولفين كيتقداو لي، عارفين بقيمه هاد السلعه هادي، عارفين بلي انايا نورمالمون مع لي زوطخ هذا مع التجار الاخرين راني مرخصه عليهم بزاف بزاف، والحمد لله سلعتي عمرها ما حشمتني مع الناس كياخذوا تيقول لي الله يرحم ليك الوالدين داكشي غزال وزوين. والحمد لله الحمد لله. المهم انها ما كتحشمنيش مع الناس، وانايا عارفه شنو كنجيب، وعارفه بشحال كناخذ وبشحال كنبيع. الحمد لله اللهم لك الحمد. المهم راه كنبيع شي حاجه اللي تحمر الوجه واللي ما كياخذها بنادم وما كيندمش عليها، واللي موالف بالحوايج ديال السوق راه يد اللي بطبيعه الحال غادي يجيو غاليين وغايجيو يد اللي لا علاقه. ونعاود ناكد لكم بلي الكاميرا راه ما كتعطيش الموديلات حقها نهائيا. المهم ندوزو البنات نكملوا اللايف. كي قلت لكم انتما هاد الكسيوه هادي ديال الله، حتى هي ديال لا مارك غازيلا، راه شي حاجه غزاله كريب دو سوا طايح مزوقه بالمسلين هكا، فيها ثلاثه تشريطات ديال المسلين هكا في اليدين، وهاد الجناب هكا هابطه معاهم هكا ثاني بالجناب. لي طاي فيها البنات حتى هي من 36 حتى ل 42، هادي لي طاي ديالها شويه ما وافينش، هادي لا طاي 44 اللي لابسه انايا ما وافياش طايت، هداكشي اش كنقول 36 44. تنجبدهم ديجا قبل تباعو، وملي لقيت عليهم الاقبال كبير عاود جبت منهم. المهم كاين في هاد الغوز فوشيا، وكاين في البلو غوا، وكاين في البلو مارين، هادو هما لي كولور ديالهم. كاين هاد البلو مارين هانتوما شوفو حتى هو شحال غزال، عطي معاه شي فولار هكا في الفضي يجيو فنين. هانتوما شتوها، شتو التوب ديالها كيفاش جاي طايح غزال، التوب ديالها راه طايح فنيون كريب واعر. وهذا البلو غوا البنات، البلو غوا شجعات الكاميرا واحد شويه، ولكن هو في الواقع راه غزيول احسن من اللون اللي كيبان ليا في الكاميرا انا قدامي، غير مع الاضاءه ديال البروجيكتور راه بان شويه مشعشع. تا هو جاي فني. وانا البنات كي قلت لكم هادو لي طاي من 36، من 36 حتى ل 42 ديري 400 درهم. المهم البنات سكرينيو هذا الموديل، الا عجبكم راه ما كاينينش التصاور ديالو، اللي بغاتو دير ليه سكرين. هذا الموديل راه كنتمشى بزاف من كنت دوزتو في اللايف اللي قبل رمضان، راه تحرك بزاف وعاود جبت منه اللوينات. هانتوما راه شي حاجه شيك على وديت العيد، شفتوا كيفاش كيجي هكا من الجناب، تيجي غزال بزاف بزاف. غندوز لكم البنات الموديل اخر. الله يحفظك حبيبتي غيطة. هانتوما البنات شوفوا معايا هاد لونسومبل الغزال ديال لولا، هذا راه لولا شي حاجه فنه، حتى هو ديال لا مارك غازيلا شي حاجه زوينه بزاف بزاف. هذا الا رديتو ليه البال الطابع ديالو، الستيل ديالو شويه بحال ديال بحال جاي
عند واحد الطابع ديال الهنود والمغرب شويه في هاد اللعيبات اللي كاينين هنايا. هاد لا مارك هادي كتخدم بحال هكا في التزفيفات وهكا بحال الهنود ديال المغرب. عندي شي تونيكات اخرين ديالهم وهذا دابا نوريهم لكم في لايفات اخرين، يعني في شي شكل هانتوما شفتوا كيفاش كتجي من هنا. هاد اللعيبه اللي كاينه هنايا في الصدر نفسها اللي كاينه في السروال. السروال شفتوه لو رابيل ديالو كيتعاود هنا، وهنا البنات شفتوا كيفاش كيجي، شتي هاد الزفيفه كيفاش دايره. وهذا لولان، شفتوا لولان شحال هذا ما شفنا لولان في باقي في اللبس. فينا هو نتوما الطول ديالها تيجي غزال من هنا، كتجي هكا مفتوقه. ولكن السروال ديالها الا لاحظتوا راه لارج، السروال دايرين طويل مزيان بزاف على البنات. حلاو ديت البنات في الطوالات خلاص، اللي هذا راه تقدر تنقصو، اللي جاها طويل بزاف راه تقدر تنقصو، راه ساهل في النقيص ديالو. ولا تشوينيك راه ماشي مشكل، الا جات طويله راه كتجي غزاله. هذا البنات هنا في البيج، والسروال مخطط بالابيض وبالزرق. هذا البنات فيه لاطاي 42 و44، لاطاي 42 و44، يمكن حتى لاطاي 40 تقدر تلبس هذا، حيت انا جاتني نيشان سور ميزور، انا كنلبس لاطاي 42 كتجيني مزيانه. موديل البنات انيق جدا جدا، شفتوا هذا البنات لايق للخروج، لايق للخدمه، للقرايه. المهم موديل تقدري تلبسيه دائما دائما في اي خرجه في اي مناسبه. ستيلو الصراحه جاي بحال دوك اللبسات ديال الهنديات الا عقلتوا عليهم، تيكون داك الفوق هكا طويل وفي هاد الافتقاء هكا مع دوك السريولات لارج ديالهم تماما تماما، دايره بحال ديال الهنود وغزاله بزاف. التوب ديالها تيحمق لولان فغيلا. يا ريت الكاميرا كنت بين لكم هذا، كنت بين لكم التوب كيفاش داير، شي حاجه غزاله بزاف بزاف. هذا البنات كيداير 650 درهم، فيه كي قلت لكم لا طاي 42 و44، دايما هذا لي طاي الاخرين ما بقاوش تباعوا. السروال ديالو شوفوا حتى هو كيفاش كيجي غزال، كيفاش كيجي طايح، حتى هو راه لولا، حتى هو نفس الثوب تيجي فنيون بزاف بزاف. الله يحفظك احبتي شيماء، شكرا بزاف على القلوبه اللي خطاك عليا البنات. الى عجبكم ديروا لي سكرين، كي قلت لكم الموديلات اللي عندي راه ما مصوراش، ديروا لي سكرين وصيفطوا لي في الواتساب، انا غادي ندوز لكم البنات الموديل اخر. غنبقاو نيت في لي زونسامبل، نتوما الغزالات شوفوا معايا هاد لونسومبل حتى هو شحال جاي فن، وشوفوا لا كولور ديالو حتى هي شحال غزاله ومتميزه، واحد اللون اللي ما مالفينش كنشوفوه ملبوس نادرا فاش كتشوفي الخضر، وهاد الدرجه ديال الخضر بالضبط. شوفوا الديزاين ديالو البنات كيفاش داير، جاي هكا مجموع من هنايا وكيجي هكا مطلوق هكا شويه مع هاد الافتقاء هكا في القدام. الديدات ديالو كيجيو في هاد الشكل هذا، وفيهم هكا واحد ثلاثه سطوره هكا ديال العقيق في الخضر.
السروال ديالو مسلين البنات، مسلين مدوبل، ها هو انت راه عنده الدوبلور ديالو، الفوق ديالو مسلين باش كيجي هكا طايح وما تيلصقش في الحمل، كيجي غزال من اللور. ها نتوما شفتوا كيفاش كيجي، شي حاجه غزاله وانيقه بزاف بزاف بزاف. انا عجبني هذا الموديل. من هنا عاوتاني كيجي مفروق بهذا العقيق، هذا نفسه اللي كاين هنايا، كيجي هكا ثاني في الوسط. الخطيطات حتى هما شوفوا كيفاش جايين من هنايا، ومهم في النص الفوقاني جايين هكا على هذا الشكل، وفي النص التحتاني جايين هكا على طول. يعني موديل غزال بزاف بزاف، ماشي غير قطع الثوب وخيط، ردوا البال حتى الخطوط كيفاش كل بلاصه كيفاش جايين وعطيناها حقها. موديل واعر لا في الثوب لا في الديزاين لا في كل شيء، نيول بزاف هذا البنات. حتى هو القلب ديالو شويه صغير، هو نورمالمون فيه طاي من 38 حتى ل 44. انا ما عرفتش واش وليت كنلبس لطاي 44 ولا هو القلب ديالو صغير. نورمالمون صافي انا غادي نقول تفادي ديال المشاكل، غادي نقول لطاي 36 42. ملي نكون راجع لهورا ندوز عندك. مرحبا حبيبتي، مرحبا والف مرحبا حبيبتي غيطه، والله الا مرحبا بك. وقت ما بغيتي تجي راه رقم التليفون ديالي، عيطي ليا. نسيت كاع ما ايبينغ ما درت لكم رقم التليفون، بغيتي نعاود نكتبو لكم، باينة نسيت ما درت لي ايبينغ لي. عشرين واحد وعشرين اثنين وستين ستة وثمانية خمسة وعشرين واحد وعشرين اثنين وستين. مهم البنات هذا رقم التليفون، تواصلي معايا حبيبتي غيطة باش لا ما تلقينيش ولا شي حاجة بحال ما هكا، ونيت باش نعيط لك فين تجي عندي بالضبط. مرحبا بك. مهم بالنسبة للبنات راه رقمي ديال الواتساب راه خليتو لكم لتحت، تواصلوا معايا في الواتساب وصيفطوا لي الموديل اللي بغيتو. مرحبا بكم انتم البنات، هذا موديل خطير خطير ديال بصح غزال، عجبني انا يمتقون من كاع النواحي، جاي يمتقون توب الفوق ديالو لولا، هانتوما هذا لولا، والتحت مسلين مسلين مدوبل، راه ما تيبينش راه عنده الدوبلور كل حتى لتحت. شفتوا كيفاش جاي، جاي فنيون، جاي انيق، حتى هو غزال كي قلت لكم لكاع الاوقات لكاع المناسبات، الخدمه العيد الخروج، جاي غزال ديال بصح وخفيف في اللبسه. لي طاي ديالو غنقولو 36 42، حقاش انايا جاني هو هذاك، ونورمالمون انا كنلبس لطاي 42، هذا كنحس بيه يلاه يلاه جا هو هذاك، واخا لطاي 44 يلاه جات مزيانه. البنات ديرو لي سكرين وصيفطوا ليا، راه لا كونتيتي راه ليميتي، راه داكشي قليل بزاف بزاف. موديلات كلشي اللي كنوريكم عندي فيهم غير سيري واحد، عجبني الموديل واش باقي نقلعو. الفولار هكا في الابيض جمعه حتى هو زويون، فضلت ندير معاه البيض لحقاش هو جاي غير بالخضر والبيض، الا درنا واقيلا شي حاجه هكا مونين الوانها ما ظنيتش يجي، عاوتاني الا درنا الخضر غيجي الخضر كثير. هكا الابيض جمعه زويون، هذا ابيض حليبي مهرس، هذا اللوين هذا البنات حتى هو زوين، ماشي داك الابيض المشعشع، الا بغيتو حتى هو متوفر في المحل، مرحبا بكم. الله يبارك فيك حبيبتي ماجدة على خطك. انا البنات غادي ندوز لكم موديل اخر، خليكم معايا. شوفوا معايا هاد لونسومبل حتى هو، شوفوا شحال غزال زويون بزاف بزاف. هذا البنات كله مدوبل بالموسلين، لا من اليدين، ها نتوما اليديدات ديالو، ها نتوما كله مدوبل، عنده الدوبلور، وهذا الفوقاني موسلين، اليديدات ديالو جايين هكا محلولين شويه هكا من هنايا حتى هو، ها نتوما هاد
الدوبلور هذا الفوق ديالو كله حتى هو موسلين، والسروال ديالو حتى هو جاي بنفس الشيء كله حتى هو عنده الدوبلور من التحت هانتوما، وهذا الفوق موسلين باش كيجي هكا مفخفخ وطايح غير بوحدو. عرفتي التوب ديالو غزال بزاف بزاف بزاف، الديزاين ديالو حتى هو زوين. انا هنا البنات راني لابسه لاطاي 46، هذا شويه حتى هو ما وافيش في لاطاي ديالو، لبست لاطاي 46 جاتني كنحس بها مريحه. عموما انا البنات راه كيف قلت لكم دائما عطيوني لي ميزور ديال الكتاف وديال من الباط للباط باش نعطيكم لاطاي اللي تجي معكم نيشان. شوفوا كيفاش جا غزال، عطيه ديروا لي حتى بحال هكا ان كولي، تقدروا ديروا لي شي كولي بحال هكا، ماشي كولي يجفني واللحق جاي سامبل من القدام، ديري لي بحال هكا شي كولي غيجي غزال في اللبسه. عرفتي التوب ديالو فن فن، طايح بوحدو غزال غزال وخفيف و اش غنقول لكم سامبل، يعني تلبسي وانتي مرتاحه سواء بغيتي تمشي للخدمه سواء خارجه. بالنسبه للبنات اللي كيعجبهم الحويجات يكونوا سامبل وفي نفس الوقت راقيين، هاد لونسومبل هذا غزال، جامع ما بين جوج هاد جوج الحوايج، بين لا سامبليسيتي وما بين الرقي. درت لي هاد الفولا غادا جاي في البلو سيال حتى هو، وفي البلو مارين جاي حتى هو معاه غزال بزاف. هاد لونسومبل البنات كاين في البلو مارين ياك، وكاين حتى في النوار، هذا النوار ديالو حتى هو النوار ديالو شوفوا شحال جاي حلو. نحاول نقرب لكم التوب ديالو حتى هو تشوفوا كيفاش داير، شوفوا الموسلين كي داير، هذا راه فغيم موسلين البنات. كله كيجي مدوبل فنيون فنيون ديال بصح، زعما التوب ديالهم غزال بزاف بزاف. هذا اللي لابسه انا بلو مارين وكاين فيه الكحل البنات، هذا البنات نورمالمون كادو ما دايرين فيه لي طاي من 38 حتى ل 48، حنا غنقولوا من 36 حتى 46، لحقاش لي طاي ديالو واخا هكاك ما كبرينش بزاف نورمالمون. المهم اللي عجبها له موديل تعطينا، غير كي قلت لكم العبارات ديال الكتاف وديال الصدر، وانا راه غادي نعطيها لها طاي مناسبه ان شاء الله. انتم شفتوا هذا البلو مارين وهذا الكحل جاي انيق انيق ديال بصح ومريح مريح في اللبسه. البنات اللي كيعجبهم داكشي طويل سامبل والتوب خفيف عليكم بهذا الموديل هذا ما تضيعوش البنات. الله يحفظك حبيبتي أميرة، سلام اختي بصحتك تبارك الله عليك، الله يبارك فيك حبيبتي إشراق لله يخطيك. بالنسبة للسروال راه تيجيو يعني كيجيو هذا عندهم غير واحد السنيسلة هكا من الجنب، داكشي كتلقاوني هكا كتلقاوني مرونة معاها عندها سنيسلة كطلع من هنا من الجنب. هانتوما شوفوا اللون شحال حلو، التوب شحال غزال، والديزاين شحال واعر. هذا موديل ديال ديما تقدر تلبسيه في اي وقيته زعما غيجي غزال. ندوز لكم البنات الموديل اخر، غنبقاو نيت في هذا في لي زونسومبل. تديوش على الاختيارات ديالي فولار البنات، راه غتنجي نجي وكنهز وكنلوح. شوفوا البنات هاد لونسومبل حتى هو شحال غزال، هذا ديجا كنت وريت لكم في لايف قبل، ولكن دابا تيبان ليا هذه هي الوقيته المناسبه الصراحه ديالو. هذا لايق للعيد، تيجي هنايا من القدام هكا في هاد لازاست خاص هكا بالعقيق،
لا خيخرة منبت مخيط ماشي ملصق ولا شي حاجة، يعني ما تخافوش يطيح ليكم. التوب ديالو البنات راه كريب، وتيجي بالسروال ديالو، السروال شوية مجموع، ما هو لارج ما هو هذا. غادي نبدل هاد لي صندال هادو باش يبان ليكم مزيان لو موديل. هادو كنت لابساهم على ودي تاع هادوك السراوي الاخرين، لحقاش هادوك سراولهم شويه لارج وطوالين بزاف. شي شي تسمعوهم هاد العلو، شتو كيفاش كيجي البنات؟ كيجي غزال انيق، عنده واحد هذا واحد الفصاله في شكل ديزاين، في شكل كيجي غزال. هانتوما هذا البنات راه باقي فيه واحد لاكونتيتي اللي هي قليله. نوريكم اللوينات اللي فيه، كاين فيه البنات هذا هاد لاكولوغ انا لابسه الخزي، وكاين فيها هاد اللوين هذا غوج بريك، وعندي فيها حتى واحد البياسه في الزرق في البلو غوا. باقي في لاطاي 40 هي اللي باقيه، المهم كاين هذا وهاد اللون والزرق لاطاي 40 هي اللي بقات فيه. هذا البنات داير 700 درهم، شي حاجه انيقه انيقه ديال بصح، ولا مارك ديالها راها زوينه بزاف بزاف، شي حاجه ديال لاهوت غام. هادو كنت جبتهم من انقره، شي حاجه غزاله بزاف بزاف، ماشي سلعه ديال اسطنبول عادي، يعني شي حاجه اللي تلبسيها في العيد ولا في شي عراضه بحال ما هكا، شي حفله بحال هكا عندك في الخدمه، تيجيو مهيبين بزاف بزاف. مرحبا حبيبتي اسماء، مرحبا والف مرحبا، شكرا حبيبتي امينه اللي هلي خطيك. حاولوا البنات ديروا لي سكرين باش ندوز لكم موديل اخر، ما بغيتش نطول عليكم الموديل، نبقى لابسه اللبسه بزاف. المهم الا كنتو بغيتو تشوفوا اللوينات ديالها مزيان باينين، غير تواصلوا معايا في الواتساب وانا راه غادي نصور لكم اللوينات. كاين فيها هاد الخزي والغوج بريك اللي حدايا هنايا، وبياسه وحده اللي باقي في الزرق بلو غامق، بلو غامق. هادي حبيبتي داير 700 درهم اونصومبل ديال هاد الفوقاني مع لو بونطالون ديالو. البونطالون ديالهم شوفوا هذا، شوفوا الديزاين ديالو شحال غزال، شفتوا كيفاش كيجي في اللبسه، يعني راه تقدروا تستغلوا حتى مع لي تونيك ولا هذا كيجي فن. هانتوما شفتوه، هو جاي مجموع ماشي هكا ضيق، ماشي لارج بزاف بزاف، يعني تقدري تستغليه مع شلا حويجات اخرين. شفتوا الديزاين ديال السروال شحال شحال غزال، فنيون كيجي طايح وغزال. وهاد هاد القصه هادي ديال السروال راه هي اللي خارجه هاد العام هذا، ما بقاوش الناس كيلبسوا داك لاطوال بزاف واخا هكاك. عائشة احبيبتي انا كاينه في تارودان، تارودان تايتي عزة بالضبط، بغيتي تجي عندي من اكادير مرحبا والف مرحبا. بغيتي نصيفطو ليك مرحبا بك، شوفي اللي يناسبك وانا معاك. غادي ندوز البنات الموديل اخر، حبيبتي هذاك الخزي كنت لابسه دابا داير 700 درهم. هادشي كلشي كنوريكم البنات على لاهوت غام، راه ماشي غير سميت سلع تركيا وصافي، راه شي حاجه كاليتي وغزاله. هانتوما كاين هاد لونسومبل حتى هو، هذا شوفوا كيفاش كيجي في الصدر،
تيجي فيها هاد العقيقات هادو وهاد العديبات، تيجي هكا في هاد البليه هادي، والقصه ديالو كتجي هكا من التلتة، لا من القدام ولا من اللور. هكا شفتي كيفاش كيجي اللور؟ كيجي سامبل، ومن القدام كيجي هكا مثلث من القدام. لبستو لكم انا هنايا في هاد البلو، البلو غوا غامق، هو ماشي بلو غوا، بلو غامق. وكاين سمحوا لي، وكاين في لوينات اخرين، كاين فيه الاحمر، وكاين فيه الموف. هذا الموف ديالو حتى هو راه بالسروال ديالو، شفتوا كيفاش كيجي. وهذا الحمر، الحمر باقي فيه لاطاي 38 و 40، ماشي 40، 38 و 44. هذا الموف هذا باقي فيه على ما اظن لاطاي 38 و 40. هذا الزرق ما بقاش عاقله عليه الطاي اللي فيه، بعدا هذه اللي لابسه انايا 42 على ما اعتقد غتكون باقي حتى 42 و عرفتي راني دايخه كنقول لكم انا لابسه 42 وغتكون باقي فيه 42. المهم لابسه انايا هنا 42 وباقي واقيلا فيه حتى 38 و 40. الموف فيه 38 و 40، والحمر البنات فيه لاطاي 38 و 44. الحمر شوف كيفاش جاي غزال، مع انه الكاميرا شعشعاتو، ولكن مع ذلك تيبان فنيول، هو في الواقع جاي فن فن. الموف وهذا الزرق اللي لابسه انايا الثمن ديالو 700 درهم. ديجا كانوا فيهم لي طاي ولكن راه تباعوا، قلت نعاود نجبدهم ليكم لحقاش هادو مناسبين، مناسبين مزيان للعيد، ويقدروا تلبسوهم اصلا بلا عيد، غير هما مع شويه جايين هكا هماويين بعد لي زاست خاص. وهذا باش قلت انا المناسبه هادي نعاود نوريهم ليكم، نعاود ناكد لكم على السراول ديالهم، راه البصله ديالهم جايه غزاله بزاف بزاف، راه تقدروا تلبسوهم مع شلا حوايج اخرين، كيف ما حتى لا تونيك راه تقدروا تلبسوها مع سريولات اخرين الا بغيتو تبدلوا المنظر شويه، يعني ما تقدر ماشي دائما تلبسيه على شكل اونسامبل هكا. غادي ندوز لكم البنات الاونسامبل اخر نوري لكم. هانتوما البنات كاينه هاد لونسامبل هادي حتى هي، شوفوا شحال غزاله كيجي عندها، كيجي ليها هاد الطرف هكا ديال الموسلين هكا هابط من القدام هنايا. هانتوما القصه ديالها راها سامبل، هنايا فيها هاد الثوب هكا جاي بهاد الشكل هذا، شي حاجه غزاله بزاف بزاف في الملمس. والفوق هكا جاي هاد الطرف هكا ديال الموسلين، عاطيها واحد لو شارم غزال. طيب طبيعه الحركه كتجيب لو بونطالون ديالها. هذا البنات راه باقي فيه لاطاي 38 40 و 42. ملي كنقول لكم 38 حتى 36 تقدر تلبس هاد 38. الثمن ديالهم هادو كلهم 700 درهم، هادو اللي كنوريكم دابا كلهم دايرين 700 درهم. كي قلت لكم ملي كنقول 38 البنات اللي كيلبسوا 36 راه غادي يجيهم 38 مزيانه، لحقاش شويه بات طايحين. هانتوما شوفوا هذا، هذا باقي فيه لاطاي 38 و 40 و 42. هذا السروال ديالو، شفتوا السروال ديالهم كي قلت لكم القصه ديالهم كيفاش دايره، غزالين يعني غادي يغنيك على انه تمشي تشري سروال كحل. نوريكم اونسومبل اخر، كاين هاد لونسومبل الفنيون حتى هو، هذا فيه طلاطي 52، شفتو كيفاش كيجي، كيجي فوق منو هذا عاطي واحد لو شارم غزال. هاد الدونتيل هذا فيه هاد الميعة، هذا حتى هو تلبسي عرفتي في شي عرادة ولا شي حفلة هكا في المدرسة، بحال هكا شي حفلة ديال التكريم ولا شي حاجة، ولا في العيد نيت عرفتي راه جاي أنيق بزاف بزاف، حتى هو ديجا مبقاش فيه بزاف البنات، مبقاتش عاقلة على لي طاي لي فيه، ولكن المهم اللي عجبها غير تقولي لا طاي وأنا غادي نقلب ليها نشوف ليها. تا هو كيجي بلو بونطالون،
جاي في نيون هنايا هكا جايه قصيره، ومن هاد العاوتاني هنايا جايه طويله عليها. القصه جايه دائما كتجي هكا الوسط. نعاود نقرب لكم باش تشوفوا هذا الثوب عن قرب. هذا بحال لابسه الجيلي فوق منه، من اللور راه كتجي سامبل، وهذا كيدير بحال راه كيلبس الجيلي فوق من اللبيسه. هذا فيها حتى لطي 50 البنات، لطي 52 كاع. المهم غير اللي عجبتها شي حاجه تصوفي معايا وانا غادي نشوف ليها لطي ديالها. كاين هذا الموديل حتى هو كيجي حتى هو فنيون. هذا البنات كيجي القصه ديالو شتو غادي من هنايا غادي وتيطوال لهاد القنت. هذا في هاد السميطه من هنايا كتجمعوا شويه من هنايا وكتعطيها واحد لو شام غزال على هاد الديكور هذا ديال النمر بالفضي تيجي فن. بتاو بقى في لاطاي هذا 38 40 و42 ديجا مبقاش فيهم بزاف. حتى هي التوب ديالها كريب وبالسروال ديالها، هانتوما السروال ديالها حتى هو كريب. شفتو كي طايح غزال زوين الديزاين ديالو فنيون. كاين موديل اخر نفس الموديل اللي وريتكم من قبل، غير هذا سامبل ما فيهش هذيك الزواقه ديال النمر من هنا من الجنب. حتى هو تيجي من هنايا شويه قصير تيبقى غادي وكيطوال للجنب، ونفس السميطه كتكون هنايا. هذا اللي مميزو انه عنده هذا الكولي، هذا الكولي سوتوار هكا شي حاجه غزاله. هاد الموديل فيه هاد لاكولوغ هادي وفيه لاكولوغ هذا، فيه هاد لاكولوغ غوج بغيك. دائما كيجيو بلو بونطالون ديالهم. هاد الغوج بغيك باقي فيه لطاي 38 و40، والنوار باقي فيه لطاي 38 40 و42. هادشي كاين هاد الموديل هذا حتى هو كنت هوالا باغا نلبسو ليكم صراحه في اللايف ديال لي زونسومبل، ولكن تقاضى بقات فيه اون سول بيس في لاطاي 40. تباع هذا قبل كاع ما نوريه ليكم في اللايف. هانتوما هذا ديال ماخ كمال ايدل، كيجي هكا العنق ديالو بهذا الشكل هذا هكا بيسيف والعقيق. المباخ كيجي سامبل كريب دو سوا. الجديدات ديالو حتى هو كيجي عندهم نفس لو موتيف اللي كاين في العنق. شوف ديالو راه نتوما كريب طايح، والسروال ديالو لارج وتيتعاود فيه لو موتيف ديال هذا ديال العقيق اللي كاين في العنق وفي الجديدات ديال لاشويك. هي كتعاود هنا في السروال من الجنب في هاد لا كولور غريز هي اللي كاينه بوحدها. وبقات ليا في بياسه واحدة لطاي 40 هذا كنت هو اللي نلبسو ونوري ليكم، ولكن كي قلت لكم تباع قبل كاع ما نحطو. البنات اللي هذا اللي مهتمين بالموديلات ديال العباءات رجعوا اللايف اللي دوزت من قبل، راه دازو فيه عباءات غزالين وديجا راه ما بقاش فيهم بزاف. يا حبيبتي مرحبا بك، مرحبا مرحبا حبيبتي والف مرحبا. كي قلت لكم ما بقاش فيهم بزاف رجعوا عاودوا دخلوا لو لايف اللي قبل. المهم اللي عجبتها شي حاجه دير ليها سكرين وتصيفط ليا. هذوك راه فنين غزالين بزاف بزاف للعيد وغزالين للصيف. المهم بعد الموديل هذا الاخراني غادي نقول لكم خليتكم على خير.
يقدر غدا ان شاء الله بنهار غادي نحاول ندير لكم لايف خاص بلي تونيك، يعني حاولوا تكونوا بنهار، سينو انا راه غادي نخلي له لايف مسجل. عارفه الاغلبيه في هاد رمضان هكا وخا هكاك راه مبرزطين، اللايف راه تيبقى مسجل عاد كتدخلوا ليه من بعد تشوفوا. كي قلت لكم اللايف راه غيتسجل هنا، غادي نعاود نحط لكم حتى في اليوتيوب في هذا في القناه ايلين بوتيك، وراه غادي نبقى نصور لكم الفيديو. دخلوا البنات تابوناو، دخلوا تابوناو عندي في هذا في لاباج ايلين بوتيك في اليوتيوب، غادي نبقى نصور لكم فيديوهات، يعني ماشي ندير لكم لايف هكا، غنصور فيديوهات اللي هما باينين لو موديل ونلوحهم لكم تما، زعما داكشي غيطلع مزيان حسن من اللايف هكا. اللايفات غنخليهم غير هكا الفيسبوك، وان شاء الله الى القناه هذا كبرات وهذا علاش اللي راه غنبقى ندير لكم فيها لي لايف. المهم دخلوا تابوناو، راه تما غنبقى نلوح لكم لي فيديو ان شاء الله. راه غير يخرج رمضان باذن الله تعالى، غادي نصور لكم كل موديل دخل، غادي نقاد ليه فيديو باللوينات ديالو بكلشي، غيكون باين حسن من اللايف. دخلوا تابوناو. هذه حبيبتي 700 درهم، الموديلات اللي وريتكم في الاخر كلهم دايرين 700 درهم، الا هذه ديال كمالايد اللي بقات فيها لا تاي 40 هذه دايره 600 درهم. المهم خليتكم البنات على خير، نتمنى الموديلات تكون عجبتكم، نتمنى كنتم خفيفه على قلوبكم، في امان الله واحبكم في الله، الله يهنيكم، تصبحوا على خير.